قال مسؤولون اليوم أن السلطات في ولاية أوتار براديش الهندية هدمت منازل عدة أشخاص متهمين بالتورط في أعمال شغب الأسبوع الماضي، هذا بسبب تصريحات مسيئة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم صدرت عن مسؤولين في الحزب الحاكم. وخلال الأسابيع الماضية خرج مسلمون إلى الشوارع للاحتجاج على التعليقات المعادية للإسلام التي أدلى بها اثنان من أعضاء حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومي الهندوسي بهاراتيا جناتا، واندلعت اشتباكات بسبب هذه التصريحات بين مسلمين وهندوس في أنحاء البلاد، وفي بعض الحالات بين محتجين والشرطة في عدة مناطق. واعتقلت الشرطة أكثر من 300 شخص بسبب أعمال شغب متفرقة في ولاية أوتار براديش في الشمال الهندي. Thank you.